سحر الطبيعة وجمال المكان جعل منه قبلة للعائلات لكسر الروتين اليومي من خلال تنظيم إفطار جماعي بهذا الشاطئ. الكل يساعد ويشارك للمساهمة في تحضير الإفطار. إفطار بنكهة خاصة على شاطئ الأندلسيات بوهران. أنا من دومي ساس نديروها كل شهر على رمضان نديروها كتروا إيديسيون ولا الحمد لله زعما تجاوب الله يبارك مع العائلات عجبهم يخرجوا شوية من الأوردينار كيما نقولوا حاجة جديدة يبدلوا نجو هنا نجو زعما قبلهم شوية بواحد التروازيل ولا نحفروا البلاصة نديروا نريقلوا غاية الطابلة تاع المائدة تاع رمضان هذه أيوا يجوا نحرشوا صوالح هنا اللي طابي تما تاع أنا بويدين وكاع ويريحوا عندنا صالة شابة فيها أنيماسيون في الليل فيها دي جو دو جروب نلعبوا بجفولي قبل الفطور ومور الفطور. مبادرة الإفطار الجماعي على شاطئ البحر لا تعد الأولى من نوعها بالنسبة لمجموعة المغامرة والتجوال التي تعودت على تنظيمها كل سنة، كما تعودت العديد من العائلات على المشاركة والمساهمة فيها. كانت عندنا قاعدة نقولوا تقليدية تاكوتي نقولوا تقليدية وين حفرنا مائدة في الرمل وعلى نسمة الشاطئ وهذه هي، وكان إقبال كبير من العائلات والمام ليجان وحدهم وجوا. ومع موعد الإفطار يتوجه الحضور للاستمتاع بمختلف الأطباق التي يتم تقاسمها مع الجميع في أجواء أقل ما يقال عنها أنها بهيجة. خرجة تكون شابة راك تشوف فيها لي فامي فيها كاع الفئات العمرية تاع المجتمع صغار كبار نساء رجال خرجة من الضمانقية محترمة عالمة كل خطرة نخرجوا كل واحد يجيب ماكلته ونقعدوا كاع مع بعض و سيتي بيان واحد كاع لا سيمين خدمه وكاع تما عندك هذاك الويكاند ديجاجي كاع هذاك الاخر تكاسي لا روتين. بعد الافطار المناسبه كانت لخلق اجواء من الترفيه للعائلات وحتى للاطفال. يضرب الموعد للافطار اخر في شاطئ اخر من شواطئ وهران الباهيه.